نهار الأربعاء الساحة الثقافية والإعلامية كانت فقدة إعلامي قدير، نحكيو على طاهر المليجي، ذاكرة الحياة الفنية في تونس، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته. نحكيو على عبد اللي وثق حياته وأعمال كبار الفنانين في تونس. البارح كان موكب الدفن متاعه، ويظهر لي فما بعض اللوم، خلينا نقوله وإلا العتاب، من عند ابن سي طاهر المليجي ربي يرحمه، سي فؤاد المليجي. مرحبا بك. وبيك يا عايش، عايشكم مدام. مرحبا بيك، وان شاء الله ربي يصبركم، وان شاء يا الله عايش ربي فهمي. يرحم سي طاهر. البارح يظهر لي عندك لوم وعتاب على اللي صار والله البارح في موكب موكب دفن الوالد. موكب دفن نتاع البارح مخزي مخزي بصفة كبيرة. معناها كان جاء إنسان عادي يتعدى، حتى لو كان جاء إنسان عادي ما يتعداش موكب وكذا. شنو اللي صار سي فؤاد؟ نحكي لك بالضبط، تكلمنا بلدية الكرم، خاطر تفنيها احنا في جبين سيدي عمور اللي هي ترى بلدية الكرم لرئيسها فتحي العيوني، على اساس كاميون نتاع دفن، نتاع موكب دفن. اخر وقت ما جابوا ناس، رصاتي بابا هزيته في اسوزو باش خلطت على العصر في جامع بيرسا باش نصليو للعصر والجنازه. اما تنقلنا لجبانه، جبانه شنو قلت؟ جبانه تنجم تجي مصب نتاع زبله، تنجم تجي كارير نتاع رمل، ما تجيش شبان. السيد رئيس البلديه نتاع الكرم يعمل في لي رومبون بالملايين. خويا انظر لها جبانه راهي مليحه، مش ما نلقى حتى عون في الجبانه تاع. اول حاجه كيفاش عملتوا؟ كيفاش تعملتوا؟ نلقى 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 يمكن ثلاثه بالات مكسرين ملوحين تحت حيط. معناها اختي حطينا احنا حطينا الحوت، فهمتي؟ لو كان ما لقيتش هاك البالات هذيك نجم نقول لك انا حتى التراب نتاع القبر ما نجموش نرجعوه. دوك انتوما دفنتوه، انتوما هما معناها من غير فما حتى عون موجود؟ ما فما جبانه فارغ. لا، لو تمشي للزلاز تلقى خدام، انا نحكي على الخدام ما نحكيش، معناها تلقى خدام موجود على ذمه ال على ذمه. واحنا دافعين اداه، هم يحطوه 201 دينار. ما فهمتش نتاع شنو هي 201 دينار، الحفره ذيك ولا اربع جورات اللي عاملينهم لنا؟ لا، ولا مخزه جبانه معناها مليحه جبانه. لا علينا، مشكوره هيئه الترجي، جاء سي عمرو البحري قرب 80 سنه فك السخانه هذيك، جاني للدار، مشى للجامع وتعدى الجبان، مشكور. كذلك المندوب الجهوي نتاع وزاره الثقافه جاء هو لابن بابا، اذاعه وتلفزه، تصور خادم بابا فوق 20 سنه معه، حتى كاميرا باش تصور الموكب ما فما شيء. واضح. معناها تو كان ريت حتى انسان معناها يكون باساجي عادي في حياتي. تتلام مع الحاله نتاع الجبان، رئيس بلدي فين رئيس بلدي؟ ما يشوفها الجبانه هذيك. واضح. قطع نظر كي ولا هو زعما بابا ماهوش عادي ومؤرخ وكذا وكذا، يحكيوا عليه في لي بلاتو. شنو هي الحاله هذيك نتاع الزنازه نتاعو؟ عليه ما فهمتش. واضح واضح سي فؤاد، رسالتك وصلت وكلامك وصل. في كل الحالات احنا نقولوا ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله ربي يصبركم. والحقيقه بالحق علاش انا ديما نسال الفنانين في تونس والا حتى الناس اللي اعطات للساحه الفنيه والا الثقافيه، في نهايه عمرهم يتعبوا، وحتى من المفروض اللي معناها نقولوا برشا اللوم يقول لك نتفكروا الكبارات نتاعنا كان وقت اللي يمشي ولا وقت اللي يغادرونا. يظهر لي اللي تقول فيه معناها حسب الشهاده نتاعك مؤسف، ونتفهموا هذايا. شكرا لك انت على التدخل معنا سي فؤاد، رسالتك وصلت، كلامك وصل، وان شاء الله نتمنى احنا كان انه ربي يرحم سي طاهر المليجي.